السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، مساء النور والسرور. هذا جمال عبد السعيد غالب يحييكم من عاصمة التجارية والاقتصادية لإثيوبيا. أتواجد الآن في مدينة دردوة، حيث القائد الهرري أبو مسمار. أنا اليوم خزنت مع عدد من التجار الإثيوبيين من أصول حضرمية، ما أقدرش كنت أصور. أنا عدت اليوم إلى الفندق الآن وبدأت في التصوير. أتمنى لكم مساء سعيدا وليلة طيبة، وتصبحون على خير ودمتم في رعاية الله. هذا جمال عبد السعيد غالب المقطري يحييكم من مدينة دردوة الإثيوبية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.